التحليلية من الميادين. المقاومة تؤكد ربط الاحتلال ملف جنوده الأسرى بإعمار غزة انتهى، وسنقدم للوسطاء خريطة طريق. أي خيارات وأوراق قوة تملكها المقاومة بعد عملية جلبوة؟ وهل إسرائيل جاهزة لدفع الثمن؟ ولماذا تراجع؟ حكومة ميقاتي اللبنانية أمام امتحان الثقة، مسؤوليات وتحديات داخليا وخارجيا. ماذا تعني الثقة للحكومة؟ وهل يمكنها وقف الانهيار في لبنان؟ وماذا عن الحدود البحرية؟ إقرار إسرائيلي بفشل تاريخي لسياسات واشنطن وتل أبيب إزاء طهران، فهل عبرت إيران نقطة لا عودة؟ بعد إقرار تل أبيب بفشل سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية، ما مصير العلاقة بين طهران والغرب؟ وفي قضية اليوم، الخلاف حول إلغاء التحالف الثلاثي صفقة الغواصات الفرنسية يتصاعد، هل استياء باريس مالي أم استراتيجي؟ ما مصير العلاقات داخل المنظومتين الغربية والأطلسية؟ وما انعكاسها على القضايا الإقليمية والدولية؟ فهل العالم أمام إعادة خلط للتحالفات؟ ربط ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة بملف إعمار قطاع غزة انتهى، هو إنجاز جديد في فصل الملفات، فحركة حماس أكدت أنها قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة للتبادل، وإن أصحاب الأحكام العالية هم من الأولويات. ما خيارات المقاومة بعد عملية نفق الحرية؟ وهل إسرائيل جاهزة لدفع الثمن؟ وهي التي ما زالت تلملم تداعيات عملية التحرر من سجن جلبوع، التي أكد محللون إسرائيليون أنها حولت الأسرى إلى أسطورة فلسطينية. نتابع ثم نحلل. نجاح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في إعادة اعتقال جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحرروا من سجن جلبوع خلال عملية نفق الحرية لم يحل دون استمرار النقاش في إسرائيل حول التبعات السلبية لما حصل باعتباره فضيحة كبيرة لإسرائيل. يجب أن نحذر من عدم تحويل القبض على الأسيرين إلى قصة وإنجاز كبير جدا، فالأمر فضيحة هائلة جدا بالنسبة إلينا، وأنا أسأل عن الثغرة بين أن هذا الهروب لم يشخص استخباريا مع كل التكنولوجيا الموجودة لدينا، وبين الإنجاز في القبض عليهم. اعتبار جهات أمنية إسرائيلية أن عملية نفق الحرية مثلت فشلا إسرائيليا سيجري الحديث عنه طويلا، قابله توقف مراقبين عند التعامل الفلسطيني مع الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تحولوا إلى أسطورة بطولة ستروى تفاصيلها للأجيال الفلسطينية. منذ لحظة خروج أول رأس من النفق وحتى لحظة القبض على الأسيرين كان هناك فشل سيجري الحديث عنه كثيرا، وآمل أن يغير نظرية مصلحة السجون بشأن تفعيل الاستخبارات والتصرف إزاء الأسرى الأمنيين. الستة الذين فروا من سجن جلبوع حظوا في الأسبوعين الماضيين بتعظيم في كل وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، رسوم كاريكاتورية وجرافيتية ونحت تماثيل، كلها أمور جرت في محاولة لتمجيدهم. أيضا جمهور واسع أثنى على الستة وتعامل معهم كأبطال تحولوا إلى أسطورة، لقد تحولوا إلى أيقونة في غزة والضفة. وفيما قال مراقبون إن عملية نفق الحرية عادت على فصائل المقاومة الفلسطينية ولاسيما على حركة الجهاد الإسلامي بإنجازات عديدة تتعلق بصورة النصر والبطولة التي جعلت إسرائيل تهتز على مدى أسبوعين، حذر خبراء من أن أخطر تبعات تحرر الأسرى هو الربط بين غزة والضفة وخلق مشهد تضامن وإجماع فلسطينيين عابر للفصائل الفلسطينية. نبدأ مع مراسل الميادين أحمد غانم. أحمد، لماذا تراجعت إسرائيل عن ربط ملف إعادة إعمار غزة بجنودها الأسرى بعدما كان ذلك مطلبا إسرائيليا متمسكا به؟ أعتقد لأنها لم تجد من حركة حماس طوال فترة طويلة من التفاوض
والذي تقوده طبعا مصر ووسطاء أوروبيون لم تلقى أي نتيجة بخصوص هذا الوضع، لأنها أدركت تماما أن الحكومة السابقة بزعامة نتنياهو حاولت مع حركة حماس في عدوان عام 2014 حينما ربطت ملف الأسير لدى المقاومة وقتها بملف إعادة الإعمار أيضا أو بملف التسهيلات الإنسانية. لذلك هذا باعتقادي السبب الأساسي وراء تراجع إسرائيل. الأمر الآخر، بما أنه الوضع في إسرائيل وتحديدا الائتلاف الحكومي هو ائتلاف هش، فهو يبحث عن انتصار جديد يمكن أن يعزز فيه هذا الائتلاف ليظل صامدا في وجه الانقسامات التي نشاهدها يوميا على الهواء أو عبر الإعلام الإسرائيلي أو عبر القنوات الإعلامية الإسرائيلية التي تفضح حجم الانقسامات الكبيرة داخل إسرائيل حول هذا الملف. الأمر الثالث أن عوائل أسرى المحتجزين لدى حركة حماس يعني صعدوا من حراكهم المناهض للحكومة الإسرائيلية لزعامة يائر لابين وبنت، ويطالبونهم على الأقل بذكر أو بالتحدث حول هذا الملف أو بالإفصاح عما وصل إليه هذا الملف حتى هذه اللحظة. لكن من كل جد فهم يعتبرون الحكومة الإسرائيلية حكومة جبانة تعطي حركة حماس وتعطي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مبررا لاستمرار احتجاز معتقليهم أو الأسرى الذين اختطفتهم المقاومة أثناء طبعا المواجهات. الأمر الآخر، أعتقد أن المقاومة تصر على عدم جعل هذا الملف مرتبط بملفات إنسانية، وهي بالتأكيد تعتبر أن ربط هذا الملف، ربط ملف الأسرى بملف الإعمار، يتساوق ربما مع ما دعا إليه لبيب قبل أيام حينما أطلق خطته لاقتصاد مقابل الأمن والسلام، وبالتالي حركة حماس تقطع الطريق نهائيا على مثل هذا الملف، وبالتالي تعلن فشل أي مفاوضات حول صفقة أسرى يمكن أن يكون عنوانها الأسرى مقابل إعادة الإعمار. عباس الصباغ مراسل الميادين، لو نسألك عن انعكاسات عملية سجن جلبوع على عموم حركات المقاومة، طالما تابعنا في التقرير هناك قلق إسرائيلي واضح من انعكاسات هذه العملية داخليا والربط بين فصائل المقاومة وبين غزة والضفة، لكن لو تحدثنا على صعيد فصائل المقاومة في المنطقة. يعني بطبيعة الحال كل فصائل المقاومة هي بين مزدوجين في خدمة القضية الأساسية هي قضية فلسطين. يعني المقاومة في لبنان عندما تحرر الأسرى الستة من معتقل جلبوع كان هناك عرس، كان هناك احتفالات، كان هناك شعور بالفخر، لأن هذه المنظومة الأمنية الإسرائيلية قد كسرت بغض النظر عن النتائج السلبية ومن ثم إعادة اعتقال هؤلاء الأبطال. لكن المقاومة بكل فصائلها عندما تنجز المقاومة الفلسطينية أي عمل أو أي عملية نوعية أو تقوم بأي شيء يساعد في تحرر الأسرى أو تحرير الأرض، هذه الفصائل هي جسم واحد كما كانت في حرب خلال العدوان الأخير على غزة في أيار مايو الفائت، كانت جسما واحدا، وكان هناك أصوات فلسطينية نسمعها للمرة الأولى بأن أي اعتداء على القدس سيستوجب ردا من كامل محور المقاومة. هذه العملية البطولية بغض النظر عن النتائج التي يعني أعادت هؤلاء إلى المعتقل، لكن كسر الهيبة الإسرائيلية هو شعور بالفخر للمقاومة الفلسطينية أولا وكل حركات المقاومة كان في لبنان أو في سائر دول الإقليم التي تخوض معركة واحدة وبوصلتها دائما هي فلسطين. بالعودة لك أحمد غانم، هل تراجع إسرائيل عن ربط الملفين ببعضهما بعدما كانت كما ذكرنا متمسكة بهذا المطلب، هذا يؤشر على فشل إسرائيلي جديد خصوصا بعد فشل السياسة الإسرائيلية باتباع سياسة الضغط أو الحصار القصوى على قطاع غزة؟ بكل تأكيد محمد، هذا دليل فشل ودليل فشل كبير على السياسة الإسرائيلية. إسرائيل راهنت طويلا على سياسة الحصار والضغط طوال 15 عاما من الحصار على قطاع غزة، لم تفلح فيها في كسر إرادة المقاومة، لم تفلح فيها في جر المقاومة إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بقضايا مركزية وعلى رأسها قضية الأسرى. إسرائيل محمد طوال السنوات الماضية كانت يعني مصرة وتتبجح وتقول بأن الإفراج عن أسرى شليط الذين أعيد اعتقالهم بعد إبرام الصفقة مع المقاومة الفلسطينية
لم يتم، وأعادت اليوم وأعادت طبعا فيما بعد وقالت بأن أصحاب المحكوميات العالية وممن تصفهم بأن يديهم ملطخة بالدماء لن يكونوا بالمطلق ضمن أي قائمة للتبادل. ثم تتراجع إسرائيل عن هذه الشروط وتقول نحن جاهزون. وأيضا هناك أوساط إعلامية وأمنية إسرائيلية تقر بأن إسرائيل الآن أعادت التفكير مجددا بمثل هذا الأمر. طبعا هذا ليس بخيار إسرائيلي، هذا نتيجة صمود المقاومة الفلسطينية. لعل دخول أبو عبيدة على الخط الأسبوع الماضي بعد عملية جلبوع أو اعتقال أول أسيرين من أسرى جلبوع وتحدثه بالنفس المليان وقال بأن الأسرى الستة سيكونون على رأس قائمة أو على رأس الصفقة القادمة، أعتقد أن به رسالة مهمة بأن المقاومة لا يمكن أن تسمح بحال من الأحوال بنجاح إسرائيل بضغوطها أو بنجاح الضغوط الإسرائيلية على المقاومة والتسليم بما تقوله إسرائيل، لأن المنتصر الحقيقي وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة هي المقاومة، هي من تملك الجنود، الكنز الاستراتيجي كما تصفه المقاومة طبعا. بعد اجتيازها حاجز الثقة أمام مجلس النواب اللبناني، أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مسؤوليات وتحديات كثيرة داخليا وخارجيا، فهل يمكنها وقف الانهيار في لبنان؟ وماذا عن الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود البحرية؟ وهل ستوقع حكومة ميقاتي مرسوم تعديل تلك الحدود مع فلسطين المحتلة؟ نتابع ثم نحلل. حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تجتاز امتحان الثقة أمام البرلمان اللبناني بعدما أكدت الكتل البرلمانية الأساسية باستثناء كتلة القوات اللبنانية وقوفها إلى جانب الحكومة لوقف الانهيار. كتل برلمانية أكدت أن منح الثقة لحكومة ميقاتي يرتبط باشتداد الأزمات ووقف إذلال اللبنانيين في طوابير أمام محطات الوقود والمستشفيات والمخابز. التمسك بحقه في مياهه وثرواته وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة. ميقاتي أكد العمل على إصلاح الاقتصاد والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار في البلاد. رئيس الحكومة كرر مواقف لبنان بشأن الصراع مع العدو الإسرائيلي رافضا الاعتداء الإسرائيلي على ثروة لبنان الغازية بعد تلزيم تل أبيب شركة أمريكية للتنقيب في منطقة متنازع عليها. استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرة ومتوسطة الأمد. نائب رئيس البرلمان كرر مطالبته بتوقيع مرسوم تعديل الحدود رافضا الاعتداء الإسرائيلي. هذا موضوع دائما يكون خاضع لقرار مجلس الوزراء، يجب أن يكون هناك الموقف الذي يتلائم مع منع إسرائيل تحقيق أهدافه. كتل برلمانية أكدت أن منح الثقة لحكومة ميقاتي جاء بعد اشتداد الأزمات وإذلال اللبنانيين في طوابير أمام محطات الوقود والمستشفيات والمخابز. حكومة أفضل من لا حكومة. بالنهاية اليوم أي شيء يقدر ينقذ الوضع أو يساعد بحد الانهيار نحن معه. ينتظر الحكومة اللبنانية الكثير من العمل، ولا سيما أن الانهيار في لبنان ليس مسبوقاً، مع استمرار الحصار الخارجي للبلاد ومحاولات بعض الأطراف الداخلية التشويش على كسر الحصار بعد استيراد حزب الله المازوت الإيراني. عباس الصباغ، ماذا يعني إعلان الكتل البرلمانية اللبنانية إعطاء الثقة لحكومة ميقاتي باستثناء كتلة القوات طبعا؟ ماذا يعني هذا الأمر وهذا الإجماع الكبير؟ يعني هذا الأمر أن هناك استشعار لدى كل القوى السياسية في لبنان، حتى القوات اللبنانية، صحيح بأنها لن تمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، لكنها قالت يعني بأنها ستكون إيجابية مع هذه الحكومة وتكون معها حين ما تصيب وتنتقدها حين تخطئ، طبعا بحسب المنظور القواتي للعمل السياسي في لبنان. لكن في الشكل أيضا محمد، دعني أقول بأن التكليف، تكليف نجيب ميقاتي، كان في 26 من تموز يوليو الفائت، والثقة يعني ناقش
البرلمان البيان الوزاري في 20 سبتمبر، نتحدث عن أقل من 8 أسابيع، وهذا رقم قياسي. هذا يدل بأن هناك القوى اللبنانية تستشعر مدى خطورة الأزمة التي يعني يغرق فيها لبنان، إن كان الحصار الخارجي وإن كان احتكار التجار وإن كان المناكفات السياسية لدى بعض الأطراف السياسية، ومن ثم محاولة التشويش على خطوة حزب الله باستيراد المازوت الإيراني. كل هذا يعني بأن هذه الحكومة عليها مهام جسام، وهذه الثقة العريضة، يعني نتحدث عن مجموع الكتل النيابية تتعدى 90 صوتا من أصل 117 نائبا يؤلفون البرلمان اللبناني الحالي بعد استقالة عدد من النواب ووفاة 3 آخرين. وبالتالي هذه ثقة غير مسبوقة بمعنى بحجمها. صحيح أن القوات غير مشاركة في الحكومة، من حقها أن لا تمنح أو تمنح الثقة، لكن القوى السياسية تجمع، حتى تلك التي لم تسمي الرئيس ميقاتي مثل تكتل لبنان القوي أي التيار الوطني الحر وحلفائه، كانوا اليوم مع نجيب ميقاتي مع هذه الحكومة. وبالتالي أمام الحكومة على حجم هذه الثقة، حجم الأعباء والتفاوض مع المؤسسات الخارجية، وأيضا عدم الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي كما قال النائب حسن فضل الله عضو كتلة وفاء المقاومة اليوم في مداخلته. يعني ليس أن تواقع الحكومة اللبنانية بشكل أعمى على أي طلب لصندوق النقد الدولي. طبعا هناك إصلاحات داخلية، هناك أموال هربت، وهناك أموال تبخرت، هناك مسؤوليات أمام القضاء اللبناني، أمام الأجهزة الأمنية. وبالتالي هذه الحكومة هي حكومة كما سماها ميقاتي معا للإنقاذ، هي الفرصة ربما الأخيرة للبنان، لأن لبنان هو في الانهيار، هو ارتطم الارتطام الكبير بحجم يعني ارتفاع الأسعار والطوابير الإذلال وغيرها. وبالتالي هذه طالما تتحدث عن هذا الموضوع تحديدا عباس، اسمح لي بالذهاب لطهران وسؤال مراسلنا هناك خلال أحمد البحراني. أحمد، بعد وصول المازوت الإيراني إلى لبنان، نسأل هنا، إيران كطرف إقليمي مؤثر في المنطقة، هل يمكن أن تلعب دورا إيجابيا أو تكون عاملا مساعدا على صعيد الإقليم في حل حالة المشاكل اللبنانية؟ محمد، بطبيعة الحال طهران تريد وتطمح بأن تكون عامل مساعد ومسهل ولها دور في حل حالة الأزمة اللبنانية، لا سيما أزمة المحروقات الأخيرة. بعض الأوساط الإيرانية تقول أنها تطمح بأن يكون دورها مؤثر، ويعني حسب بعض الملامح فأن هذا الدور المهم والبارز والناجح الإيراني بدأ يظهر في الأيام الأخيرة وفق كل المؤشرات والمعطيات ووفق العديد من التقارير اللبنانية، شريطة أن يعني تتحرر بعض الأطراف من قيود والضغوط المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. محمد، يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده وبصريح العبارة قال أن الشحنات الوقود والمحروقات الإيرانية التي وصلت إلى لبنان كانت بطلب من تجار لبنانيين، وبأن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم كل ما تطلبه الحكومة اللبنانية في هذا المجال، وأن طهران لا تريد سوى الاستقرار والأمن والسلام في لبنان. محمد، هناك نقطة مهمة وجوهرية حقيقة في هذا الموضوع، وهو أنه هناك أصل في السياسة الخارجية الإيرانية، وهو دعم كل من يقف بوجه الاحتلال الإسرائيلي، يقف بوجه الهيمنة والاستكبار العالمي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية حسب المفهوم الإيراني. ولبنان بطبيعة الحال له دور كبير في هذا المجال خلال العقود الماضية. وهناك نقطة أخرى أيضا مهمة، طهران تريد أن توصل رسائل إلى حلفائها وأصدقائها، إلى خصومها وأعدائها، أنها لن تتنازل ولن تكف عن دعم الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وخارج المنطقة رغم الضغوط والعقوبات الأمريكية القاسية المفروضة عليها خلال السنوات. بالعودة لك عباس الصباغ، ما ينتظر حكومة ميقاتي؟ كان هناك اعتداء إسرائيلي مؤخرا على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، كيف ستتعاطى حكومة ميقاتي؟ هل سترسم الحدود؟ كيف أو ما هي الأولوية التي ستوليها لهذا الملف تحديدا؟
يعني إعلان تل أبيب عن تلزيم شركة أمريكية للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، لأن بحسب خرائط الجيش اللبناني بأن الخط 29 هو الذي يضمن للبنان مساحة هي 2290 كيلومترا وليس 860 كيلومترا، أي الخط 23. لكن اللافت محمد بأن إسرائيل قالت بأنها لم تتخطى الخط 23، بين المفاوضات التي قادها الأمريكيون وتحديدا فريدريك هوف السفير الأمريكي السابق كان يفاوض لبنان على البقعة الفاصلة وهي 860 كيلومتر مربع، أي ما قبل الخط 23، وبالتالي كان يعرض على لبنان 60% أو 55% من مجموعة 860. لكن اليوم عندما تقول بأنها لم تتخطى الخط 23، هذا اعتراف ضمني أولا ب 860 كيلومتر مربع بأنهم ملك للبنان. المفاوضات التي انطلقت في تشرين أول أكتوبر الفائت كانت بتوقيت سياسي أمريكي لخدمة بنيامين نتنياهو، وهذا بات واضحا أن الأمريكيين ضغطوا باتجاه إحياء أو يعني بدء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وتل أبيب خلال أشهر كان بحاجة فيها بنيامين نتنياهو إلى تسجيل يعني أكثر من صدى، أو يكون له صدى إيجابي، أي عمل يكون له صدى إيجابي لخدمته في السياسة الداخلية. لبنان بحسب الجيش اللبناني الوفد العسكري المفاوض وفد التقني يفاوض بشكل تقني غير مباشر يتمسك بالخط 29 وهو الذي يمر ضمن حقل كاريش الإسرائيلي، وبالتالي لبنان اليوم يفاوض ليس على 860 كيلومتر مربع أي الخط 23 وإنما على الخط 29، وبالتالي الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تتراجع عما قدمه الوفد اللبناني، وعليها مسؤولية بأن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية التي طبعا هي حليفة إسرائيل وتسعى لتأمين مصالحها. الحكومة اللبنانية من أولى خطواتها توقيع المرسوم، مرسوم تعديل الحدود البحرية من الخط 23 إلى الخط 29، ما يضمن 1430 كيلومترا مربعا إضافيا على 860 كيلومتر مربع، وأيضا إطلاق عملية التنقيب لأن هناك شركات تلكأت وتحديدا شركة توتال الفرنسية ولم تقم بواجباتها من أجل التنقيب في البلوك رقم 9، لأن هذا كان من صلب العقد، البلوك رقم 4 في وسط المياه الإقليمية ومن ثم هو قبالة بيروت ومن ثم في البلوك رقم 9. لماذا تلكأت توتال؟ هذا السؤال لا إجابة عنه، وأن عرض السيد حسن نصر الله بوجود شركة إيرانية مستعدة للتنقيب ربما تحفز الحكومة اللبنانية من أجل إجبار شركة توتال على التنقيب في البلوكات الجنوبية مع فلسطين المحتلة. إيران عبرت نقطة لا عودة، إقرار إسرائيلي جديد عبر عنه يهود باراك بفشل سياستي إدارتي واشنطن وتل أبيب السابقتين حيال طهران، فها هي تجدد تحديها وتأكيدها المضي قدما في تطويرها الدفاعي والعسكري مع التعهد بالرد بحزم شديد على أي اعتداء متهور وتحميلهم تكاليف باهظة. هو تهديد في أكثر من اتجاه، ليس الإرهابيون في كردستان العراق بمنأى عنه، إذ لا تبدو اليد الأمريكية والإسرائيلية قد كفت عن دعمهم بعد. فاطمة قاسم والتفاصيل. إيران تخطت نقطة لا عودة نحو الوصول إلى عتبة دولة نووية، والفشل يتحمله الزوجان ترامب ونتنياهو. إقرار إسرائيلي جديد عبر عنه إيهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق في مقال بصحيفة يدعوت أحرونوت. اعترافات باراك بالفشل الأمريكي الإسرائيلي مع الإقرار بأن العمل العسكري ربما كان ضرره أكثر من نفعه تأتي مع تأكيد إيران نفسها من فيينا فشلا أمريكيا آخر في سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها ضدها. إيران التي تشارك في الاجتماع 65 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت كذلك بلسان وزير دفاعها تحديها وتأكيدها تحقيق المزيد من الإنجازات والمضي قدما في تطويرها الدفاعي والعسكري، وردها على التهديدات الإسرائيلية بالتحذير من أنها سترد بحزم على أي خطوة حمقاء وجاهلة يقوم بها الصهاينة. التحذيرات الإيرانية انسحبت إلى حدودها مع إقليم كردستان العراق بأن طهران لن تتساهل مع أي تحركات معادية هناك، مع إحباط الأمن الإيراني هجوم مسلحين كانوا يعدون لتنفيذ سلسلة هجمات وعمليات اغتيال ضد القوات المسلحة الإيرانية. هجمات وجه طهران أصابع الاتهام فيها إلى مرتزقة أمريكا وإسرائيل الذين امتدت أيديهم إلى قلب إيران لتغتال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، في ضوء ما كشفه الدبلوماسي الإيراني أمير موساوي للميادين عن تعاون إرهابيين من الكرد مع الموساد والأمريكيين لتنفيذ العملية. معك أحمد البحراني.
كيف تنظر إيران إلى هذا الإقرار الإسرائيلي وبعض التقارير الغربية بفشل سياسة الضغط القصوى التي مورست على إيران؟ والسؤال هنا، ما هو أو كيف يمكن أن يكون شكل العلاقة بين طهران والغرب خلال الفترة المقبلة؟ نعم محمد، يعني المسؤولون الإيرانيون ومنذ فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ خروج الولايات المتحدة الأمريكية في 8 مايو أيار من عام 2018 من الاتفاق النووي، كانوا يؤكدون أن هذه الضغوط، سياسة الضغوط القصوى والعقوبات القاسية المفروضة عليهم، وهي بالمناسبة أقوى أنواع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على أي دولة من دول العالم منذ عقود باعتراف المسؤولين الأمريكيين، هذه السياسات لن تتمكن من إرضاخهم ولن تتمكن من تغيير سياساتهم في المنطقة، في دعم الحلفاء والأصدقاء، وفي تطوير برنامجهم النووي، وفي تطوير الصناعات العسكرية والبنى التحتية الإيرانية. وبالتالي يقولون أن يعني الدليل والمؤشر على سبب هذه الخطة وهذه السياسة يكمن في نقطتين مهمتين. الأولى هي عدم الرضوخ للولايات المتحدة رغم كل هذه الضغوط، والنقطة الثانية هي تطوير كافة الصناعات النووية والعسكرية وباقي جوانب الحياة في إيران خلال السنوات القليلة الماضية. في المجال الصناعات العسكرية، الخبراء العسكريون هنا في إيران يؤكدون أن ما أنجزته القوات المسلحة الإيرانية خلال السنوات الثلاث الماضية فقط يعادل كل ما أنجزته القوات المسلحة الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن. فيما يتعلق الأمر بمستقبل العلاقة بين طهران والغرب محمد، الإيرانيون يقولون أن الكرة في الملعب الأمريكي الأوروبي بالكامل في حال تم إلغاء العقوبات عن إيران بشكل حقيقي وفعال على أرض الواقع، أي بإمكانهم تصدير السلع والنفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات، وفي حال تمكنوا من استلام عائدات هذه التجارة بإمكانهم أن يعودوا إلى بنود الاتفاق النووي وأن يخفضوا مستوى التخصيب إلى 3.5% وأن يقللوا من حجم إنتاج أجهزة الطرد المركزي ويلتزموا بباقي بنود الاتفاق النووي. اسمح لي بالذهاب لغزة لسؤال أحمد غانم، وأنت بدأت حديثك بالتزام إيران بالتواصل ودعم الحلفاء مع هذه السياسة، كيف ينظر لهذا الأمر في غزة أحمد غانم؟ يعني هناك دعم إيراني وصف بالمستمر إلى قطاع غزة تحديدا، وكانت تمارس على إيران سياسة الضغط القصوى منذ سنوات، كيف ينظر لهذا الأمر؟ محمد، الفلسطينيون مؤمنون تماما بأن إيران اليوم تدفع ثمنا باهظا لقاء موقفها الداعم للمقاومه الفلسطينيه او حتى للمقاومه المدنيه. هذا الدعم على كثير من التقدير كما تنظر اليه، تحديدا فصائل المقاومه الفلسطينيه، وبتصريحات او باجابات رؤساء وامناء العميد للفصائل الفلسطينيه الذين اعلنوا صراحه بانه لولا هذا الدعم الايراني السخي للمقاومه الفلسطينيه لما وصلت الى القوه التي وصلت اليها الان في تهديد المدن والقرى يعني الفلسطينيه المحتله عام 48، ولما وصلت هذه التقنيات الى ما وصلت اليها. في ظل غياب الدعم العربي الحقيقي لفلسطين كانت ايران سندا حقيقيا. طيب، وهم يقولون بانه هذا الدعم في ظل هذه الضغوط القصوى يعبر عن الالتزام الايراني تجاه قضيه فلسطين كما دعا اليها الامام الخميني الذي اعلن يوم القدس العالمي يوما لنصره فلسطين، في تعبير حقيقي عن موقف ايران تجاه القضيه الفلسطينيه. أحمد البحراني، ما أهمية ما تستعرضه القوات المسلحة الإيرانية من تكنولوجيا عسكرية؟ أهمية هذه الرسائل في مثل هذا التوقيت؟ محمد، القوات المسلحة الإيرانية حقيقة غيرت من استراتيجياتها خلال السنوات الماضية وفق خبراء العسكر هنا في إيران، حتى قبل فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة وبالتحديد منذ عام 2017. في 2017 حينها قائد حرس الثورة اللواء يحيى رحيم صفوي أكد أن إيران لم تعد بحاجة إلى تطوير مديات صواريخها وصناعاتها التقليدية الكلاسيكية
الدولية كما كانت على مدى السنوات والعقود الماضية، وإنما ستعمل على تعزيز قدرات هذه الصواريخ وباقي الصناعات العسكرية نحو إنتاج صناعات ذكية ودقيقة وهادفة في كافة المجالات، سواء على صعيد صناعة الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو المقاتلات والقطع البحرية، نعم. صناعة المدمرات والبوارج، واليوم أيضا قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي افتتح معرضا للروبوتات الآلية الذكية التي يعني للعمل على الكشف وتدمير كل الأهداف العدو خلال الحرب البرية المفترضة المحتملة مع الأعداء خلال السنوات المقبلة. وبالتالي هناك استراتيجية جديدة حقيقة تتبعها القوات المسلحة الإيرانية، وفي نفس الوقت تريد أن تقول أن العقوبات بطبيعة الحال لم تؤثر على يعني تعزيز وتنمية هذه الصناعة. شكرا جزيلا لك أحمد البحراني وعباس الصباغ وأحمد غانم. مشاهدينا فاصل ثم نحلل قضية اليوم. شرخ جديد في العلاقات ما بين ضفتي الأطلسي، فالحلف التاريخي يستفيق على أزمة ثقة بين الفرنسيين والأمريكيين بعد أن خسرت فرنسا صفقتها للغواصات مع أستراليا. وبحسب السفير الفرنسي لدى واشنطن، فإن لدى الأمريكيين قلقا بشأن الحفاظ على علاقاتهم مع فرنسا الحليف الجاد والموثوق به، قلق يبدو دبلوماسيا أكثر منه فعليا. وماذا عن باريس؟ هل هي قادرة على المضي في سياساتها التي استخدمت فيها توصيفات حادة وغير معهودة في العلاقات بين الجانبين؟ وبالتالي ما مصير العلاقات داخل المنظومتين الغربية والأطلسية؟ وهل العالم أمام خلط للتحالفات؟ وما انعكاس ذلك على القضايا الإقليمية والدولية؟ أتفهم انزعاج فرنسا، يقول رئيس الوزراء الأسترالي ويكرر التفهم في كلامه لخيبة الأمل الفرنسية، لكن ذاك التفهم ليس ما تريده باريس بعد طعنة إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية، فالتصدع قد أصاب العلاقات العابرة للأطلسي والهادئ. يستفيض الأستراليون في تبرير خطوتهم تلك ويعطونها طابعا ردعيا لحماية بلادهم بحكم أن البديل الأمريكي البريطاني غواصات تعمل بالطاقة النووية، والقصد من ذلك هو التهديد الصيني المحتمل في حال توترت أكثر العلاقات مع بكين. وأما في واشنطن حيث توجه رئيس الوزراء الأسترالي، فلا يبدو أن صورته التذكارية مع بايدن وجونسون خلال اللقاء الرباعي مع رئيس الوزراء الياباني ستبعث برسائل إيجابية إلى الفرنسيين، بل ستزيد من تعميق جرح الشعور بالخيانة وربما الإهانة. تحاول فرنسا الموتورة من خسارة عائد مالي وفير يقدر بأكثر من 60 مليار دولار أن تبدي جدية في رد الفعل، إذ تتوالى رسائل الغضب الفرنسي بإلغاء باريس لقاء وزيرة الجيوش وزير الدفاع البريطاني بعد رسالة التشاور المستمرة مع سفيريها في واشنطن وكامبيرا. لكن حال الأوروبيين ليس الأفضل في إظهار التكاتف والتضامن والتحالف، وتبدو فرنسا جزيرة معزولة في معركة رد الاعتبار، وإن كانت أوروبا محاطة أكبر من أي وقت مضى بهواجس خذلان الحليف الأطلسي الأقوى وهو الولايات المتحدة. تتزايد بذلك أزمة الثقة بين ضفتي الأطلسي، حيث يتساقط رهان الأوروبيين في أمنهم على الظهير الأمريكي، وقد انسلخت عن اتحادهم من قبل بريطانيا، وها هي اليوم تعزز روابطها مع الولايات المتحدة وأستراليا، حيث المصلحة فوق كل اعتبار. ولا يزال الخذلان في أفغانستان أيضا ماثلا للحلفاء، وتلك ضربة أخرى تلقاها الأوروبيون من بايدن الواعد بالتغيير، لكنه أظهر نمطا شبيها بسلفه ترامب، حيث لا وزن للحلفاء مع حسابات المصلحة الأمريكية. نرحب بكم من جديد، ورحبوا معي بالمشاركين في قضية اليوم مع محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي، ومحلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود،
وينضم أيضا محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية العميد شارل أبي نادر. نبدأ منك سيادة العميد، هل هذا الاستياء الفرنسي من هذه الصفقة جاء على خلفية مالية لأن فرنسا خسرت صفقة بهذا الحجم أم لا؟ الموضوع أعمق وأعقد استراتيجي، هناك استبعاد لفرنسا من هذا التحالف الثلاثي ما بين أمريكا بريطانيا فرنسا. طبعا هناك يعني بعد مالي أساسي في الموضوع، وأساسا يعني العلاقات الدولية وخاصة بالنسبة للدول العظمى، دول التي لديها تاريخ استعماري، هي بأساس يعني أهدافها هي مالية وتوسعية. ولكن يعني البعد المالي والذي بررته أستراليا هذا الذي ربما أغاظ الفرنسيين وزاد من استيائهم، لأن أن يقول الأستراليون أن هذه الغواصات هم يريدون موقفا قويا من خلال استبدال المشروع الفرنسي بغواصات تعمل على الطاقة النووية، تعمل على الطاقة النووية هذا لا يعني عمليا من الناحية العسكرية أنها تحمل أسلحة نووية، قد تكون قادرة أن تعمل على الديزل العادي التقليدي والتي كانت هي أساس المشروع الفرنسي، وربما تحمل أسلحة نووية أو تتحالف مع دول لديها قدرات نووية. يعني هذا التبرير طبعا له طابع يتعلق بالاتفاق. من الطبيعي أن تكون أستراليا مضغوط عليها من خلال يعني الموقف الأمريكي الضاغط. هناك يعني جديد في الموقف الأمريكي والذي طرأ بعد صفقة الغواصات مع فرنسا، هو الصراع والاشتباك والمواجهة الحارة مع الصين. هذه النقطة الأساسية أنا بتقديري التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط في تلك المنطقة الاستراتيجية، هي تريد الموقع الأساسي الجغرافي لأستراليا وتريد أيضا الاتفاق، لأنه أن يكون هناك جزيرة كبيرة أو قارة مثل أستراليا وعليها قدرات نووية استراتيجية هذا يعطي بعد مهم في المواجهة ضد الصين، لذلك أعتقد أن الموضوع هو يأخذ هذا البعد. نسأل هنا موسى عاصي سيادة العميد فقط لو تسمح، موسى هل نحن أمام إعادة تقييم للموقف الفرنسي تجاه العلاقات مع الثلاثي الأمريكي البريطاني الأسترالي؟ وهنا ماذا أيضا عن حلف الناتو؟ يعني ربما فرنسا اليوم هي في مرحلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الورطة أو هذه المشكلة التي وضعتها بها كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أستراليا. فرنسا اليوم تشعر بالخيبة، بخيبة الأمل، تشعر بالخيانة أولا من بريطانيا على أساس المعلومات التي تكشفت خلال اليومين الماضيين، أشارت أن بريطانيا هي من بادر إلى مفاوضات أستراليا من أجل استبدال صفقة الغواصات النووية الفرنسية بغواصات أمريكية بريطانية. تشعر أيضا بخيبة كبيرة من الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية في إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا. فرنسا حاربت منذ الحرب العالمية الثانية وكان هناك تاريخ مشترك في الحرب الباردة، وهناك يعني علاقات عسكرية إن كان داخل الناتو أو خارج الناتو في كل الحروب والمحطات التي حصلت حتى اليوم. وصلت بالأمور إلى يعني في الأوساط الفرنسية إلى تذكير الولايات المتحدة الأمريكية بالتاريخ المشترك، وعاد الفرنسيون إلى القرن الثامن عشر عندما وقفت فرنسا إلى جانب الولايات الأمريكية الثلاثة عشرة في حرب الاستقلال ضد بريطانيا. ذكر الفرنسيون الأمريكيين بأنهم هم من كانوا إلى جانب الأمريكيين، وهذا ردا كان واضحا على ما قاله جو بايدن قبل خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسي وزراء بريطانيا وأستراليا، بأن بريطانيا وأستراليا وصفهما بأنهما رفاق السلاح. هذا أغاظ الفرنسيين بشكل كبير. أما بالنسبة للعلاقة مع الناتو، واضح أن هناك طبعا فقدان ثقة كبير بالناتو، وهذا لم يبدأ اليوم مع هذه الصفقة أو مع تشكيل أو بناء هذا الحلف الثلاثي في حلف أوكوس، إنما أيضا له تاريخ من انعدام الثقة عززه الانسحاب الأمريكي أو الفشل الغربي، فشل الناتو في أفغانستان. كان هناك ملاحظات كبيرة لفرنسا على تصرفات الناتو وعلى تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد هذه المسألة التي حصلت بعيدا عن الناتو أيضا سيكون لها تأثير كبير على علاقة الأوروبيين وتحديدا فرنسا بالناتو. نزار عبود، ما جرى وصفته فرنسا بأنه طعنة في الظهر، وهناك خذلان فرنسي نقله ووصفه موسى عاصي في بداية جوابه، هذا كيف يبرر من قبل واشنطن؟ هل واشنطن لم تدرك عواقب هذا الأمر قبل القيام به؟ تحية لك والجميع. لا شك طبعا أن واشنطن تدرك عواقب وهي تعلم ذلك، لكن المسألة ربما هي أبعد من ذلك. يقول المحللون في الولايات المتحدة على أن القضية ليست مالية بشكل أساسي، وأيضا ليست استراتيجية إلى حد ما. فإذا كانت الغواصات صنع فرنسا أو صنع الولايات المتحدة، ففي كلتا الحالتين هما موجهتان، موجهة ضد الصين.
وبالتالي الهدف الاستراتيجي واحد، لكن هناك اعتبارات يقولون أنها تقنية، بايدن أشار لها، قال هذه الغواصات لن تحمل رؤوسا نوويا، لن تستخدم كسلاح نووي، وستكون تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية ومعاهدة منع الانتشار النووي. لكن طبعا هذه الغواصات النووية تستطيع أن تحمل وقودا يدوم لثلاثين عاما، أيضا هي تستطيع البقاء تحت الماء لمدة أشهر دون العودة إلى القواعد، هي لا تحتاج إلى التزود بالوقود، وهذه ناحية استراتيجية مهمة. هذه تذكر بالقرار الذي اتخذه وينستون تشرشل في عام 1911 عندما زارت فرقاطة ألمانية أغادير في المغرب. عندها قرر تشرشل تحويل كل القطع البحرية البريطانية إلى النفط بدلا من الفحم الحجري، وكانت تلك نقلة نوعية في تاريخ الصراعات، حيث أن الأساطيل بعدها باتت كلها في الطاقة النووي. بالنسبة للأمريكيين يستطيعون مداواة هذه الأزمة، هم يعلمون، يقولون ان بايدن، ان ماكرون يريد الاستفاده منها داخليا بشد العصب الفرنسي في الانتخابات، لكن هم يستطيعون مجرى ذلك بان يجدوا زبونا عربيا ربما لهذه الغواصات. اسمح لي هنا بالعوده لشارل العميد شارل أبي نادر، في حال تشددت فرنسا اكثر في موقفها هذا ضد الامريكيين، ما هي القدره او التاثير الفرنسي على قدرات حلف شمال الاطلسي؟ طبعا لفرنسا هي موقع مهم في حلف شمال الأطلسي، يعني إذا أخذنا أن الثلاثي من الدول الأساسية الكبرى عسكريا غير الولايات المتحدة الأمريكية في الحلف، نتكلم عن ألمانيا وعن فرنسا وعن تركيا، طبعا إيطاليا لها موقع ولكن قد يكون بمستوى بعيد عن مواقع الدول الثلاث. أن تكون فرنسا بعيدة عن هذا التحالف بشكل، إذا لم يكن يعني فعليا يعني على الأقل من الناحية السياسية، هذا يؤثر على الحلف، خاصة يعني أن ألمانيا هي في المرحلة الأخيرة تم اختراقها من قبل الروس بواسطة الموضوع الاقتصادي وسيل الغاز. تركيا، لناحية تركيا أيضا الجميع يعلم موقعها بالنسبة لروسيا وصفقة الاس 400 والمعارضة الأمريكية لهذا الموضوع. جميع هذه النقاط، أن تدخل فرنسا الآن في موقع يعني يصيب الناتو من الناحية العسكرية، أعتقد بمستوى غير بسيط، خاصة أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ في المرحلة الأخيرة أنها تعتمد في المواجهة المباشرة ضد روسيا، بما أن الهدف الرئيسي أو الأساسي استراتيجي للناتو هو مواجهة روسيا، على الدول أوروبا الشرقية والتي تجهز فيها أو تنشر فيها قواعدها العسكرية، نتكلم عن بولونيا، نتكلم عن رومانيا، نتكلم عن أستونيا. لذلك أن تكون فرنسا في موقع بعيد عن أن تكون فعالة في الحلف، هذا طبعا يؤثر من الناحية العسكرية، يؤثر من جميع النواحي. لذلك يعني أعتقد أن فرنسا بذهابها بعيدا في رفع السقف، هي قد تكون يعني تطمع بأن تحصل على تعويض معين بصفقة معينة، لأن هذا الموضوع سوف يخسرها، حتى سوف يخسرها إذا ابتعدت ربما عن الناتو لأسباب كثيرة. نسأل هنا موسى عاصي، إلى أي مدى تتبنى أوروبا الموقف الفرنسي قبالة هذا الثلاثي الأمريكي البريطاني الأسترالي؟ موسى، مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل عام مواقف خجولة جدا من هذه المسألة، والاتحاد الأوروبي ينطلق من مسلمتين أساسيتين في التعاطي مع هذا الملف. المسألة الأولى هي تجارية اقتصادية بحت، الصفقة التي خسرتها فرنسا هي اتفاقية حصلت بين دولتين، بين أستراليا وبين فرنسا، وبالتالي لا علاقة للاتحاد الأوروبي بهذه المسألة، ولن تتدخل أوروبا لإصلاح ذات البين في هذه المسألة بين الفرنسيين والأستراليين، هذه اتفاقية خاصة، بعكس الاتفاق التي يمكن أن يبرمها الاتحاد الأوروبي مع أطراف ثالثة، إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا. فعندما يكون هناك اتفاقية يقف وراء الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي مجبر بالدفاع عن هذه الاتفاقية. المسألة الثانية هي مسألة سياسية أو مسألة أوروبية سياسية استراتيجية. صفقة الغواصات التي وقعتها أو التي ستوقعها أستراليا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي يعني نواة حلف عسكري، هي ليست صفقة تجارية فقط، إنما هي نواة حلف عسكري جديد يظهر على الساحة الدولية، وبعيدا عن الناتو وبعيدا عن الاتحاد الأوروبي. عند هذه المسألة يمكن أن يشعر الأوروبيون الغربيون تحديدا، ربما تحدث الزميل نادر أبي نادر عن الخصوصية، خصوصية الدول الأوروبية
الأوروبا الشرقية، ولكن الدول الغربية يمكن أن تشعر بنوع من الاستفزاز لوجود حلف عسكري جديد. يمكن لألمانيا فقط أن تشعر بهذا الغضب الفرنسي على أساس أن إلغاء صفقة تجارية مع فرنسا يمكن أن يمتد أو يتكرر المثال مع ألمانيا في صفقات قد توقعها ألمانيا مع دول أخرى، مع الولايات المتحدة الأمريكية، صفقات يعني مدنية وليست عسكرية. نزار عبود، يعني ما انعكاسات هذا التوتر حاليا الموجود أوروبيا وأمريكيا لو صح التعبير على مثلا قمة اسكتلندا المناخية بعد تقريبا شهر ونصف، وأيضا على اجتماعات الجمعية العامة، هل سيؤثر سلبا بشكل واضح؟ طبعا بشكل واضح. ماكرون لن يحضر هذه السنة إلى الجمعية العامة، لن يشارك فيها، هو أوفد وزير خارجيته ليتحدث إلى الجمعية العامة، وربما عن طريق الفيديو، لا نزال لا نعرف إذا كان هو سيحضر شخصيا أم لا. طبعا الجمعية تبدأ غدا، وهناك طبعا هناك أجواء متوترة بدون شك، كيف ستنعكس على مجمل العلاقات الدولية والمستقبل، هذا يتوقف على المعالجات الأمريكية والبريطانية، لتحاول بريطانيا والولايات المتحدة حاليا أن تتحدث، هناك مكالمات لم تجري بعد حد بين الرئيسين ماكرون وبايدن، ويتوقع أن تجري في الأيام المقبلة، لا ندري ما سيدور فيهما، لكن من الواضح أن بايدن يريد طمأنة الفرنسيين إلى أن العلاقة تبقى قوية. الفرنسيون بالطبع يريدون علاقات مستمرة مع الأوروبيين ومع الأمريكان، لكن بشروطهم أو بحفظ ماء الوجه. هذه ليس المرة الأولى التي تلغي فرنسا فيها صفقات عسكرية، في السابق طبعا كان هناك حاملة هليكوبترات صنعتها لروسيا وألغي الصفقة بعد إنجاز تلك الحاملة، صنعتها فرنسا وثم بعتها لمصر بسبب غزو أو احتلال، إعادة احتلال القرم من قبل روسيا. بالتالي فرنسا ضحت في السابق. الولايات المتحدة زادت مبيعاتها من الأسلحة بشكل كبير، 37% في السنوات الأخيرة، هي لديها صفقات ب 175 مليار دولار. ربما لا تكون هذه الصفقة مهمة كثيرا بالنسبة لها من ناحية المادية، لكن على المستوى التحالفات الاستراتيجية هي بالتأكيد مهمة. العميد شارلبي نادر، فيما لو تطور أو تصاعد هذا الخلاف أكثر، هل ستدفع فرنسا نتيجة هذا التوجه الأمريكي دفعا نحو التقرب أكثر من الصين؟ بدقيقة لو سمحت. يعني أعتقد أن التقرب من الصين طبعا له حيثيته وله حساسيته، ولكن تستطيع فرنسا من خلال الموقع الاستراتيجي الذي تمتلكه في المحيطين الهادي والهندي، من خلال الجزر التي هي سابقا تمتلكها أيام انتدابها على تلك المناطق، نتكلم عن جزر هي قريبة من أستراليا في مناطق كالدونيا، ونتكلم أيضا عن جزر في المحيط الهندي قريبة من القرن الأفريقي. جميع هذه النقاط استراتيجية تستطيع فرنسا استغلالها في محاولة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المواجهة مع الصين، ومن خلال القول للولايات المتحدة الأمريكية أن أي انتشار أو أي تحالف ولو بشكل رمزي مع الصين انطلاق من هذه الجسور سوف يؤثر على الصراع وعلى المواجهة مع الصين. لذلك أعتقد أن الفرنسيين سوف يذهبون إلى المقايضة من خلال ما يملكون من نقاط استراتيجية في المحيطين الهندي والهادي في هذا الموضوع. ومن المستبعد، يعني لقى في هذا الإطار، من المستبعد الآن القول أن الفرنسيين سوف يذهبون في تحالف مع الصين ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هناك صراع اقتصادي غير بسيط بين الصين وفرنسا بالتحديد في دول أفريقيا الآن. موسى عاصي، أيضا بذات الفكرة، فرنسا وبعض الدول الأوروبية كيف يمكن أن تنعكس هذه الأزمة على سياساتها مع الصين ومع حتى روسيا، هذه الدول الواقعة في الجانب الآخر؟ بدقيقة أيضا لو سمحت. يعني ربما التمايز الأوروبي وتحديدا الفرنسي والألماني بالنسبة للموقف مع الصين هو كان واحدة من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية ربما لمعاقبة فرنسا في الصفقة مع أستراليا، خصوصا وأنه خلال القمة الأطلسية وقمة القوى السبع التي حصلت في حزيران يونيو الماضي في بريطانيا، حاول الرئيس الأمريكي أن يعني يذكر في البيان الختامي لهذه القمة مصطلحا يقول بأن بويل جو بايدن دعا لتضمين البيانين الختاميين عبارة تصف الصين بأنها تهديد استراتيجي، ويمكن أن يصبح هذا التهديد تهديدا عسكريا، وهذا الأمر رفضه إيمانويل ماكرون ومن خلفه أنجيلا ميركل. وفي البيان الختامي جاءت الصياغة على الشكل التالي: إن طموحات الصين
لنا وسلوكها المتواصل تشكل تحديات لأسس النظام الدولي. إذن هناك خلافات بالنسبة للنظرة بين الأوروبيين بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للصين، وهذه الأمر هذا الأمر سيتعزز يعني بعد الآن، خصوصا بعد هذا خروج هذا التحالف الثلاثي، تحالف أوكوس مع بريطانيا وأستراليا. أما بالنسبة لروسيا فاليوم يعني الأوروبيين يملكون كل عناصر العودة أو إعادة تفعيل العلاقات كما كانت قبل العام 2014 مع روسيا. غاز نور ستريم 2 سيبدأ بالضخ في شهر أكتوبر المقبل نحو أوروبا، وأيضا الخلافات بين الأوروبيين والروس على مسألتي أوكرانيا والمسائل الأخرى التي تتعلق بحقوق الإنسان. يعني الموقف الأوروبي من مسألة أوكرانيا على سبيل المثال كان واضحا بأنه استجابة لنداء أمريكي عام 2014. اليوم بشر الأوروبيون وخصوصا الفرنسيين والألمان بأنهم لا يستطيعون مواصلة هذا الموقف مع روسيا تجاه أوكرانيا، فيما الولايات المتحدة الأمريكية تذهب بتحالفات بعيدة عنهم. ولكن المسألة يعني تغيير الوجهة اليوم صعبة جدا على المستوى الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأن هناك دول أوروبا الشرقية ترفض رفضا قاطعا إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل العام 2014. لذلك بجملة أخيرة، ننتظر أن يكون هناك تحولات في العلاقات الثنائية بين فرنسا وروسيا وبين روسيا، ولكن ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي. زرع بود، الدقيقة الأخيرة معك، هل العالم اليوم نتيجة هذه الأزمة أمام إعادة خلط للتحالفات لو صح التعبير؟ قبل ذلك، قبل الإجابة على ذلك، أود سحب ما قلته بأن احتلال القرم الحقيقة هو حصل استفتاء في القرم وعادة القرم إلى روسيا وجب التصويب هنا. لكن بالنسبة للتحالفات، العالم كله يشهد نوع من إعادة خلط الأوراق وخلط التحالفات بالتأكيد. الوضع العالمي في مرتبك كثيرا، هناك أزمات كثيرة، هذه ليست الأزمة الوحيدة، ولا شك طبعا أن ما حصل في أفغانستان وضعف الثقة بالولايات المتحدة يجعل الأمور تحاول تختلط من جديد. لذلك أعتقد أن ما هذه الأزمة وغيرها تضاف إلى أزمات مناخية وصحية ستعيد خلط الأوراق وخلط التحالفات حول العالم. نزار عبود وموسى عاصي والعميد شارل أبي نادر، شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا. التحليلية انتهت، في أمان الله.